السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه تاليبان ناتشورال. كنت كل لاباس عليكم. فيديو ديال اليوم هي فيديو اللي شحال هادي ما درتها لكم، فيديو ديال اكتشافاتي الاخرى، نكتشفوا ماركات جداد هكذا اونصومبل ونعرفوا الراي المسبق، يعني باقي ما جربتهمش مزيان، واش غادي يعجبوني واش ما غيعجبونيش، شنو باغي نجرب مثلا من هاد لا مارك، وانتوما تقولوا شنو باغي نجربوا، شنو جربتوا ديجا، ونكونوا واحد الراي هكذا اونصومبل على لا مارك. الا بانت لكم هادشي هكذا راه غتكونوا شفتوا لا فيديو، درت اون فيديو افون او سواتي دي روج على ليفر. اول ماركة هادي بيونور، ماركة طبيعية في 100%. اصلا لا فيديو غيكونوا فيها جوست الماركات هكذا اللي طبيعيين 100%، وماركة باغا فارماسيوتيك اللي هي اكسبير في لي بو سونسيبل اي ديليكات. لا مارك بيونور هي واحد الماركة طبيعية ومغربية 100%، عندهم منتجات هكذا للمرأة وحتى للراجل، وهادي شي حاجة زوينة بزاف، لانه قلال لي مارك هكذا اللي كيخصو دي برودوي للرجالة، وعندهم حتى منتجات ديال الميك اب. دونك انا عندي الكتالوج هنا قدامي، غنوري لكم غير واحد لي 3 برودوي اللي انا بانوا ليا وبغيت نجربهم. دونك اول حاجه كاين هادو، سي حليب ديال الجسم، ديجا لو باكاجين فريمون زوين بزاف. كاين واحد بلافوكا، بالعود، باللوز، بالارغام وبجوز الهند. انا بغيت نتيستي ديال لافوكا صراحه، مع هاد الصاد هذا اللي بانت لي الريحه ديالها غتكون شويه رافريشيسونت. منتج اخر هما هاد لي جيل دوش ديالهم، وتهما زوينين. المهم انا حسيت بهم غادي يكونوا ريحتهم غزاله بزاف، لانه كاين واحد بالليمون، واحد بالكراميل، وواحد بالورد. انا الا كنت غادي نجرب بالليمون ولا بالكراميل، الورد ما كيعجبنيش بزاف. حتى هاد لو باك هذا باين زوين بزاف، لانه فيه حليب منظف، كريم للوجه، وفوندو. كنشوفوا اشنو وصلني هنا في هاد لو كولي هذا. دونك اول حاجه هو هاد لي ماسك هذا اونتي سوس سميتو نيو سكين. فريمون من ديما بغيت نجرب لي ماسك اونتي سوس اللي بانو ديال سيفورا وما كنقدرش ناخذهم انايا. سي ان ماسك هيدراتون، دونك كنحس بيه ديجا امبيبي دو برودوي، فريمون عامر برودوي. هذا غير كديريه وكتخليه 20 دقيقه. ان شاء الله غندير لكم واحد الفيديو عن قريب كراش تيست ديالو، وغادي تشوفوها مباشره هكذا معايا في اليوتيوب. ونجي تخو أطبس نجرب هذا المنتج. من المواد الأولية فيه الماء، فيه الجليسيرين، دونك باينة غيكون الترطيب ديالو زوين بزاف. إن شاء الله غادي نجربو ليكم نقول ليكم هكدا أون ديغاكت في اليوتيوب. تاني حاجة هو كريم إيدغاتونت فيزاج بالورد، دونك فيها ريحة ديال الما ورد، دونك شوية تكستور ديالتها باينة غتكون إيبر إيبر ريش. دونك ان شاء الله حتى هي ضروري غادي نبداها باش نعطيكم الراي ديالي عليها، واش تشريوها ولا ما تعاودش تشريوها. دونك هاد لاكريم هادي كتوعد بواحد الترطيب اكستريم البشره ديالنا. دونك ان شاء الله غادي نجربها وغادي نرد عليه. كنت درت لكم واحد الصوره ديال هاد لي برودوي فاش وصلوني في لاباج فيسبوك، اي واحد البنيوته سميتها سلمى، غنخلي لكم لليان في الصوره ديريكت هنا اون كومونتير باش تمشيو تشوفوها. كانت لك بجربات المنتجات ديالهم وكان عندها مشكل ديال لاكني، يعاونوها في علاج ديال هاد المشكل. دونك هادي خبر جميل جدا، غادي نجرب هادشي باش نرد عليكم. كيبان لي هنا واحد الزيت لترطيب الشعر، فيها الورد لداخل اللي ما خفت نكذب. هذه قال لك اعشاب وزيوت طبيعيه معروفه بخواصها الرائعه، ترطيب الشعر كما انها تعمل على تحفيز نمو الشعر، يعني مزيان هادشي، لانه قال لك من خلال تنشيط الدوره الدمويه وترطيب بصلات الشعر. ما عرفتش شنو بصلات الشعر، وقيلا هما لي غاسيل. دونك هذه كتطول لك شعرك وفي نفس الوقت كترطبو، في توريحه ديال الورد. دونك فوالا هادشي بصح اللي داخل فيه ديالو الورد. هذه ثاني ان شاء الله غادي نجربها وغنعطيكم راي ديالي في الاول في سناب شات ان شاء الله، من بعد في واحد الفيديو ضروري غادي ندوي لكم عليها. اخر منتج الميور بوغ لا فان، سي ان بوم ا ليفر الكراميل. عرفتي في ريحه الفلونت الكراميل، واو هذا شي حاجه مزينه بزاف، لانه تيلمو غادي تشهي انك ديريه ما غاديش تنسي ترطبي لي ليفغ ديالك، لانه ريحتو غزاله 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 غزاله. البنات هذا اتيستي البنات، غادي نجربو وغادي نرد عليكم ضروري قريبا، حتى هوايا في ان بوست في لاباج فيسبوك ولا في سناب شات ضروري ومؤكد، في ان بوست في انستغرام وفي الفيسبوك. وان شاء الله فاش غندير لك كراش تيست لو مات غادي نكون بديت جربت لي برودوي، وغنعطيكم راي ديالي هكذا مباشره اليوم. ثاني ماركه هي هذه فلور دو بارباري، من السميه ديالها غادي نكون كلنا استنتجنا ان هاد لا مارك كتبازا على زيت ديال فيك دو بارباري باش تصنع المنتوجات ديالها. عندي جو دو برودوي لي تيستات من هاد لا مارك، اي لو ترويزيام برودوي لي تيست في لا ويش ليست ديالتي هو هذا
الكوماج ديالهم اللي بلاستيل وبفيك دو بارباري. ما عرفتش، حسيت براسي ان هذا المنتج غادي يعجبني بزاف، وانا هاد اليومات نيت كنقلب على ان اوتر كوماج اللي غنبدا نالتيرني مع لو كوماج اللي كندير دابا اللي هو لينو. دونك هذا زاد ضروري غادي ناخذو لانه زاد في الويش ليست ديالي. دو برودوي اللي جي تيستي من لا مارك هما هذا ويل دو بيبان ديال فيك دو بارباري. هذا فيه الارغان وفيه زيت ديال فيك دو بارباري، فيه ريحة ديال الأركان هي اللي غالبة أكثر. هاد المنتج بالبيب، وأنا كيعجبوني الزيوت ديالي تكون فيهم لابيب هكدا. علاش؟ لأنه كتاخدي الكمية اللي محتاجاها، ما كيتجلخش القرعة وداك عرفتي دوك اللي كتكون بشدة وشوية كتلقاي واحد الوقيتة هداك اللعيبة تجلخات ولا كتبلوكا من التحت. هذا لا، ما كتلقايش معاه هذا المشكل. منتج زوين بزاف، أنا كنستعملو دابا هويا لو سوان دومي ديالي. أنا ما كيعجبنيش ندير او ميم طون زيت اي او ميم طون لا كريم، كندير غير حاجه وحده واللي هي الزيت. جا في الوقيته اللي طلعت ليا فيها زيت الليمون ديالي ديال غاسيل فيتا، اي كيرطب البشره. واللي عجبني فيها البنات انه ماشي ما كتحسش باسك دايره الزيت، عرفتي راه فريمون كديريه ديك الساعه يلا كتخرجي من البيت فين درتيه، ما كتبقايش تحسي بلي راه عندك شي حاجه اللي لاصقه اللي كتلصق. لا بلوكس كوتلا كنتو كتعرفوا، غنخلي لكم لاباج ديالتها اون بار دانفو، وقريت سميتها جاست لايك باترفلايز وقيلا. ما عقلتش شي حاجه عندها علاقه بالفراشات. كانت قالت بلي تقدري تخدميه كباس قبل الماكياج، و سي فري هو الجيلات لي بور، دونك انا باقي ما جربتهاش وغادي نجربها باش نتاكد من هاد القضيه هادي وغنرد عليكم ان شاء الله الاخبار. ثاني منتج هو هاد لو ماسك ديتوكس ديالهم. ايش حال هادي ولا ما عمرني وقيلا ما طحت على ان ماسك اللي غزال لهاد الدرجه. هاد الماسك هذا البنات فاش كديريه كتحسي بلي راه ماسك ديال بصح. هاد الماسك هذا فيه العسل، فيه الزعفران، فيه الكليسيرين، فيه لارجي بلونش، فيه الليمون المر، و فريمون واعر بزاف. كتحس فريمون كتحسي بيه ماسك ديال بصح اول فوا كديري بعدا الوجه ديالك، راه ما كتبقاش تقدري هكذا تحركي الوجه ديالك تيلمون كيشد بلاصتو، كتحسي بيه تيخدم فريمون فريمون مزيان البشره ديالك، وواحد ليكلا وواحد الهيدراتاسيون كيعطيها لك من بعد. فريمون البنات واعر بزاف هاد لو ماسك هذا. كديري اون ا دو فوا باغ سيمين، انا تنديرو مره في السيمانه اقتصادا نزيد على الحفاظ لا لشيء اخر. في واحد الريحه زوينه بزاف، انتما شفتو راني فريمون من نهار خديتو كل سيمانه تنديرو، رائع بزاف. ديروه حتى العنق ديالكم الوجه، خليه واحد 5 ديال 10 دقائق، ما تشربوا فيه اتاي، ما تحركوا فيه ما حتى شي حاجه، لانه كيبغي هوايا الوقت كيبغي الراحه. اي غادي تلاحظوا واحد النتيجه غزاله غزاله بزاف. غنخلي لكم بيان سور لو ليان ديال لاباج اون بار دافو بور بلوس دو ديتاي. لا مارك الاخرى هي المارك روجي كافاييس، واش غنحتاج ندير لكم على هاد لا مارك تيرمون سي اون مارك معروفه بزاف، مارك بارافارماسيتيك كتمشي عند ديرماتو كنصحكم بها. لي جيل دوش ديالهم، لي زويل دو دوش ديالهم معروفين. لي ديو انا ديجا كنت جربت هاد لا مارك، كنت جربت لي جيل دوش سوغا ديالهم، كنت جربت لي ديو ديالهم، فريمون منتجات لي غزاله بزاف. لويل دو دوش حتى هي رائعه، واحد الترطيب فيها. اي دابا خديت 3 برودوي ا تيستي. اول حاجه وليت جربت هادي جي با بيو ريزيست بيان سور. الناس اللي مجربين لويل دو دوش ديالهم اون فوا كيطيح لكم واحد المنتج دو دوش ديال كوجي كافايس بين يديكم ما يمكنش تغيزيستيو قبل ما تمشيو تجربوه. سي اون كريم دو دوش بيغ داموند اي دو روز، هذا فيه واحد الريحه ديال النقار، ريحه ديال لا روز مخلطه مع ريحه ديال الموند، فريمون ريحه زوينه كيموسي مزيان، تخليك واحد لابو هكذا بيان بيان هيدراتي. عندي راه تيستو سو دو فوا ان شاء الله، ضروري غادي نعاود لكم عليه بلوس فيديو فافوري ان شاء الله. كاين هاد لي سوان انتيم ديالهم، لي سوان انتيم ديال روجي كافاييس معروفين بزاف. هذا سيرو اكسترا دو، صراحه عمرني ما جربت لي سوان انتيم ديالهم. هذا سي سون سافون سون بارابين، توليرانس تيستي سو كونترول جينيكولوج، بي اش فيزيولوجيك. دونك هذا البنات باقي ما جربتوش صراحه باش ندوي لكم عليه، مي بغيتكم نتوما هي تعطوني لافي ديالكم على هذا الا ديجا جربتوه، ولا الا جربتو ان سوان انتيم دو لا مارك قولوا عليا هكذا اون كومونتير. لو ديرني برودوي اللي غتكونوا شفتوه في الفيديو اللي كنت حطيت لكم جوست قبل من هادي هو هاد لو ديو، هاد لو سوان ريكولاتور ديالهم. هذا الدار بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال الترانسبيراسيون هكذا زايد. انا كنت جربت لو سوان ديالهم سون سيل دالومنيوم وكتعجبتني الريحه فريمون اللي فيه. هذا فيه لو سيل دالومنيوم مي بور اون افيكاسيتي اونكور بلوس اكستريم. تا هو ان شاء الله غادي نجربو ونرد عليكم الاخبار. غير هو واخا كتبي هنا 48 اور جو بونس كي خصك تعاودي ديري كل نهار، قلت لكم في الفيديو اللي جوست افون. فيه ريحه هكذا شويه ماسكولين، انا ميمكنش نقول لكم شي حاجه لانه كنحماق على ريحه ديال الرجاله. دونك هذا ça me convient totalement. C'est esthétiquement c'est la marque Roger Cavaillès, donc à terre il y a une comme remontée.
ان شاء الله توا غادي نتيستي ونرد عليكم الاخبار. الحاجه اللي باغا نتيستي عندهم هو هاد الويل سيش نوريسانت، فيها 6 لي زويل ناتوريل اي فيتاميني، اون تكستور فين نون غراس. دونك هادي هي لو برو، هذا هو لو برودوي اللي انا باغا نتيستي من عند لا مارك روجي كافاييس، واللي غيتزاد في الويش ليست ديالي. دونك فوالا، هادي هي كانت لا فيديو ديكوفيرت ديال هاد لي 3 مارك. نتمنى انها تعجبكم، قولوا لي الراي ديالكم الا ديجا جربتوا اي وحده من هاد لي مارك، اي منتج منهم قولوها لي هكذا اون كومونتير. كندير لكم بلان بلان دوكو بيزوس، نقول لكم على بروشين.